زار رئيس مجلس النواب علي عبد العال مصابي حادث الواحات الإرهابي بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتفقد عبد العال جميع الحالات واطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. وأكد وقوف البرلماني إلى جانب كافة مؤسسات الدولة في حربها على الإرهاب، مشيدا بتضحياتهم التي بذلوها ولا يزالوا من أجل الوطن. من جانبهم أكد المصابون على مواصلتهم للدفاع عن الوطن بعد تعافيهم.